الهريسة انواع كتير. النهاردة هنعمل الهريسة المصري، هنعمل احلى واسهل وصفة للهريسة حتى للمبتدئين، هتنجح معاهم من اول مرة. هنتكلم في الفيديو عن كل الملاحظات اللي تخلي الهريسة تطلع معاكم ناجحة من اول مرة. شوفوا قوامها عامل ازاي، هريسة احلى مليون مرة من اللي مشتريها من بره. ياريت لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو، ولو لسه مش مشتركين في قناتي يلا انزلوا اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا اشعار بكل وصفه جديده انزلها. ويلا بينا نبدا في وصفتنا. دي كل المكونات اللي هنحتاجها للهريسه، كل المقادير ومكوناتها تكون تحت الفيديو في صندوق الوصف. المقادير دي تكفي صينيه مقاس 30. عندي هنا 4 كوبايات سميد خشن، كوباية دقيق متعدد الاستخدامات، كوبايتين الى ربع سكر ابيض، كوباية ونص جوز هند ناعم، كوباية الى ربع سمنة بلدي، كوباية حليب، 2 كوب سيرب تقيل. مكونات السيرب التقيل: كوباية سكر زائد نص كوباية مية. هنحطهم على النار لحد ما السكر كله يدوب والخليط يغلي. هنضيف له شريحة ليمون، هنسيبه 5 دقايق على النار بعد ما نضيف شريحة الليمون، وبعد كده هنطفي النار، هنسيبه يبرد تماما. هناخد من الكمية دي 2 كوب بس، باقي الكمية هقولكم هنستخدمها فين دلوقتي. معلقة كبيرة فانيليا، هضيف كل المكونات الجافة مع بعض وقلبهم كويس لحد ما يندمجوا كلهم مع بعض. هضيف السمنة الدايبة وقلب لحد ما كل السمنة تغطي كل السميد اللي عندي. في طبق تاني هضيف الحليب مع السيرب التقيل وقلبهم كويس مع بعض، وبعدين هضيف الخليط ده على السميد اللي عندي. وقلبهم كويس لحد ما القوام يكون معايا بالشكل ده، عامل زي العجينة المتماسكة. بمجرد ما اضغط ايدي عليها كده تتكون عجينة، ولما احركها تتفرفت تاني معايا. هو ده القوام المظبوط للهريسة. هجهز الصينية بالسمنة، هدهنها سمنة كويس جدا. الصينية بتاعتي مقاس 30 سنتي. هحط الخليط بتاعي كله في الصينية واحاول اساوي السطح بتاعه بالسباتلا كويس. هجيب باقي السيرب التقيل اللي انا عملته واحط الاسباتلا في السيرب واحاول اساوي بيها سطح الهريسه. الحركه دي هتدي للسطح لون حلو ولمعه لما يدخل الفرن. حاول اسوي السطح كويس قوي. هقطع الهريسه مربعات متساويه كده، انا مش بنزل بالسكينه للاخر، انا بس بحدد المربعات على العجينه من فوق. هزين الهريسة بتاعتي بعين الجمل، طبعا تقدروا تزينوها بأي نوع مكسرات انتوا عايزينه أو بتحبوه، أو ممكن تسيبوها سادة، في كل الأحوال هتبقى حلوة. بس لو هنضيف مكسرات هنضغطها كده شوية عشان تثبت كويس معانا. التسوية هتكون في فرن ساخن مسبقا على حرارة 170 درجة رف أوسط. هنفتح من تحت بس لحد ما الأطراف تاخد لون، تقريبا هتاخد من 35 لـ40 دقيقة أو على حسب الفرن بتاعكم. وبعدين هنقفل من تحت، نفتح الشواية من فوق لحد ما تاخد لون ذهبي حلو. هنعمل دلوقتي السيرب بتاع الهريسة. عندي هنا 1.5 كوباية سكر وكوباية مية، هحطهم على نار متوسطة لحد ما السكر يدوب والخليط يغلي. وبعدين هضيف شريحة ليمون، هسيب السيرب على النار 5 دقايق من بعد ما اضيف شريحة الليمون، وبعدين هشيله من على النار على طول. سيرب الهريسة بيكون دافي، لا سخن ولا بارد، دافي. هضيف للسيرب معلقة عسل الجلوكوز، دي خطوة اختيارية تقدروا تعملوها تقدروا ما تعملوهاش. دي هتدي لمعة حلوة للسيرب لما يجي احطه على الهريسة.
وهضيف معلقه سمنه بلدي، برضه هتدي طعم حلو قوي للهريسه. هسيب السيرب يبرد شويه يكون دافي، يعني نبدا بتحضير السيرب بعد ربع ساعه من لما نحط الهريسه في الفرن. الهريسه طلعت واخده لون ذهبي حلو، وهي سخنه هضيف عليها السيرب الدافي. السيرب ملوش مقدار محدد لكميه الهريسه، لان دقيق السميد اصلا انواع وكل نوع له نسبه لامتصاص السوائل مختلفه، فاحسن طريقه نعرف بيها ان كميه السيرب دي مناسبه للهريسه او مناسبه للكميه اللي احنا عملناها في الصينيه بتاعتنا، اننا نحط السيرب كله على الهريسه، هنحس ان هو كتير شويه، ونسيب الهريسه ترتاح 5 دقايق بس تشرب السيرب اللي تقدر عليه، وبعدين نجيب طبق واميل فيه الصينيه بالشكل ده، لو اي سيرب زياده هينزل منها، وتكون كده هي كميه مناسبه للهريسه. انا كميه السيرب اللي انا عملتها كانت مظبوطه جدا للهريسه. هقطعها بقى، شوفوا قوامها عامل ازاي. هريسه احلى مليون مره من اللي بنشتريها من بره. الهريسه طالعه مظبوطه جدا، قوامها يجنن حرفيا. تقدروا تاكلوها دافيه او تستنوا لحد ما تبرد وتاكلوها. اتمنى من كل قلبي وصفه النهارده تكون عجبتكم، واشوفكم على خير قريب في فيديو جديد. وباي باي.